ابدا معاك يا كريم، بس خليني بس قبل ما نتكلم طبعا على الملف المهم دلوقتي وماتش النهارده طبعا الاهلي والاسماعيلي، انا عايزه ابدا الكلام انا وكريم شويه بقرعه طبعا دوري ابطال افريقيا اللي اقيمت كانت اول امبارح، وهحاول برضو اتكلم او هعقب سريعا على هذه القرعه للناس كتير. انت عارف بعد تم الاعلان عنها بيكونوا كل واحد بيخش يقول رايه، طبعا الاستوديوهات التحليليه المختلفه كمان بتتكلم عن يعني المتوقع كمان من هذه القرعه او جراء هذه القرعه. خلينا ابدا كده كلامنا، كلنا عارفين طبعا احنا هنلعب في منافسات يعني المجموعه الرابعه اللي بتضم انديه وانديه يعني البعض وصفها ان هي انديه ذات المستوى العادي، واللي قال لك لا ما فيش حاجه اسمها كده، عندك انديه زي يانج افريكانز طبعا من تنزانيا وميدياما من غانا وشباب لوزداد من الجزائر اللي هتبدا بمواجهه ميدياما ده في القاهره هتكون يوم 24 او 25 نوفمبر، بعد كده هتلعب في تنزانيا مع يانج افريكانز في 1 او 2 ديسمبر لسه لم يتم يعني تحديدها بعد، وبعد كده في الجوله الثالثه هتلعب في القاهره مع شباب لوزداد ده هيكون برده يوم 8 او 9 ديسمبر لم يتم التحديد بعد، وبعد كده كمان كلام ان ممكن تتاجل طبعا المباراه بحسب مشاركه الاهلي في نهائيات كاس العالم للانديه في السعوديه. فده سو فار او دي سو فار القرعه، لسه في كلام كتير طبعا خاص بها، بس خلينا كده برضو يعني انت تابعت اكيد امبارح ردود الافعال طبعا كان في ناس مختلفه، بس خلينا نكمل معاك برضو الجولات لان لسه في كلام كتير طبعا عن الجولات، وهقول لحضراتكم اكيد انا وكريم هنطلعكم برضو على الاراء المختلفه منها. انا بميل يعني استكمالا للنقطه اللي انت كنت بتتكلمي فيها من شويه، فكره ان دي فرق من المستوى المتوسط ولا فرق قويه ولا فرق، هو بصي هي تمشي كده وتمشي كده، يعني لو بصيتي لكل فرقه منهم على حده هتلاقي ان هي بالمقارنه بالنادي الاهلي يعني هنقول اقل نسبيا من امكانيات وقدرات النادي الاهلي، لكن في المقابل انت حضراتكم عارفين اي فريق في الدنيا بيوصل لهذه المرحله من دوري ابطال افريقيا او من كاس الامم الافريقيه او من اي بطوله قاريه، يبقى احنا بنتكلم على فريق قدر بالفعل انه يوصل للمرحله دي من بطوله كبيره بالشكل ده، معناه ان هو برضه فريق لازم يتعمل حسابه، وللامانه يعني كده كده النادي الاهلي بطبيعه الحال بيبقى دايما عامل حساب المنافس ايا كان اسمه ايا كان حجمه ايا كان تاريخه. استكمالا بقى لكلام نهاوند بعد اللي هي قالته كمان في الجوله الرابعه هنواجه شباب لوزداد في الجزائر في نهايه ديسمبر، بعدها في 23 او 24 فبراير يعني بعد كاس الامم الافريقيه هنلعب الجوله الخامسه مع ميدياما في غانا، واخيرا يا إما يوم 1 يا إما يوم 2 مارس هنلعب الجولة السادسة والأخيرة في القاهرة مع يانج أفريكانز التنزاني. نقدر نقول إن الترتيب مناسب إلى حد كبير، فكرة إن أنت تبتدي وتنهي في القاهرة مبارياتك طبعا دي حاجة يعني لطيفة جدا، محتاجين أكيد إن احنا نحسم التأهل كأول مجموعة ومن أولها، ما نستناش لغاية آخر لحظة، ما نعتمدش على الظروف عشان طبعا نلعب مباراة العودة في الدور ربع النهائي على ملعبنا، برغم ان للامانه احنا كل النسخ الاخيره لعبنا فيها مباراه دور الثمانيه خارج ملعبنا والحمد لله رب العالمين نجحنا في ان احنا نتاهل للدور نصف النهائي، لكن نرجع ونقول فكره انك تلعب على الصداره من البدايه ده امر في منتهى الاهميه وايجابي جدا ومطلوب جدا، حتى عشان ده يتماشى مع اسم النادي الاهلي المعروف جدا افريقيا، وده اللي احنا مستنيينه من السكواد بتاعنا.